أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار مخاب من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء إن كنت محزونا فما لك ترقد هلا بكيت لمن بكى محمد هلا بكيت على الحسين ونسله إن البكاء لمثله إذ يحمد فلقد بكته في السماء ملائك زهراء كرام راكعون وسجدوا لتضعضع الإسلام يوم مصابه فالجود ينعى فقده والسؤدد لم أنس إذ زحفت إليه كتائب فيها ابن سعد والطغاة الجحد لم يحفظوا حب النبي
محمد إذ جرعوه حرارة ما تبرد كيف القرار وفي السبايا زينب تشكو بفرط حرارة يا أحمد جداه صلى عليك مليك السماء هذا حسينك بالعراء مسلوب العمامة والرداء قتيل أولاد البغاء وحزناه عليك يا أبا عبد الله وأسفا عليك يا أبا عبد الله كأني بها تخاطب أخاها وهو على التراب جراحاته تشخب دما وهي على التأل تقل سور الحرم يا حسين لا تجذب الونو بل كنت يعزنا من الحرام تهدأ الرنة زينب ش قالت أنا ودي أوصل مصرعاك وانجدل ويا لا لكن شبيد لازم ذياليتا لو يقدر السجاد ينهض جانجي خدك نوسد وبالدمع نغسل الطبرة خويا تدري الغربة ضعضع عزوم الرجاء وانا وحيدة وعائلة ومجبيل علي وخوفي ضعن من الصبايا عن كربلا ليش وتظل عارب الفلايا واحنا ضعيف وويلاه قالها بلا تجهيز لازم يتركوا وباشر تمر بي يا الضعينة وتنظروا وانت وخواتش كان ردوا توصلوا مجبل عليك اللي جيب الفاطمية خويا زينب وان كان يمي تقدرين تجين لابا وتوصلين المشرعة يم
جسد عب طلع بسواد الليل يستركم عن ولزم الصبر يا عزيزة الزهرة الأمر فا الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد لازلنا في بحث الإمامة وصورنا في الليلة الماضية الحوار الداخلي الذي أفرزته الثقافات الجديدة من حيث التشكيك في عظمة ومقامات أهل البيت عليهم السلام حينما قالوا بأنهم علماء أبرار لا يملكون صفات غير بشرية فوق البشرية إنما هم علماء أبرار تقاة عباد صالحون أكثر من ذلك لا يمكن إعطاؤهم منزلة كمنزلة النبي صلى الله عليه وآله أجبنا قلنا أن الحديث حول هذه النقطة لابد أن يتم عبر مراحل المرحلة الأولى لابد أن نستعمل دليل العقل العقل الذي يبرهن هل أن الإمام نحتاج فيه إلى الثلاثة الأمور التي أنكرها المشككون والمشكلون وبيناها في الليلة الماضية أنهم أنكروا ثلاث ثوابت الثابت الأول النص الإلهي والثابت الثاني العصمة والثالث العلم اللدني الخاص من قبل الله تبارك وتعالى ووجدنا أن هؤلاء لم يتعرضوا إلى حكم العقل أو إلى دليل العقل أساسا لكننا نقول أن العقل هو البوابة التي توصلنا إلى أن هذه الصفات لا بد أن نعتمد عليها من حيث العقل هناك سوف ندخل من بوابة هناك جامع مشترك بين النظريتين وهي أن أمير المؤمنين عليه السلام عند أصحاب النظريتين
هو منصوص عليه من قبل النبي صلى الله عليه وآله، والنبي كما أشار الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن الإمام عليه السلام هو قاسم مشترك بين النظريتين، سندخل منها هنا من خلال دليل العقل، ولكن عن طريق السؤال والجواب. السؤال الأول: أنتم تعتقدون بوجود النص في أمير المؤمنين عليه السلام، ولا تعتقدون بالنص من بعد أمير المؤمنين؟ هنا سؤال واحد نريد الإجابة عليه، وهو: بعد أمير المؤمنين عليه السلام، يعني بعد سنة 40 للهجرة، سنة استشهاد أمير المؤمنين، من سنة 40 إلى سنة 1440، يعني الآن 1400 سنة بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام، هل هناك حاجة لوجود إمام من بعد أمير المؤمنين؟ لو ما إحنا بحاجة، هل نحن بحاجة إلى وجود حجة؟ لو لسنا بحاجة، أنت أمام أمرين: إما تقول إحنا ما محتاجين، وإما تقول محتاجين. وعلى كلا الاحتمالين راح أسألك سؤال. إذا تقول إحنا أساساً لا نحتاج إلى وجود حجة بعد أمير المؤمنين، وما نحتاج إلى وجود إمام بعد أمير المؤمنين، أولاً لماذا احتجت إلى أمير المؤمنين بعد رسول الله؟ وهاي السنوات 25 اللي قضاها أمير المؤمنين قبل إمامته، والخمس السنوات اللي قضاها في إمامته، يعني بعد استشهاد النبي ب35 أو 34 عام أو 30 عام، ليش احنا احتجنا إلى أمير المؤمنين بهذا الوقت؟ أي واحدة. ثانيا: ما دمت احتجت إلى إمام بعد النبي، إذن الحال هي الحال، بعد استشهاده نحتاج احنا إلى وجود حجة. العقل يقول: ما دامت الحاجة لوجود حجة فيجب أن يكون هناك منصوب من قبل الله تبارك وتعالى. الحجة ما ممكن أني أنا أختاره أو أنت تختاره، وهذا يثبت إلينا أن القضية منصوص عليها. غاية الأمر أنا ما وصلني نص أو غير مستوعب إلى النص، هاي مشكلتي مو مشكلة الله. الأمر الثاني لو أو السؤال الثاني اللي يثبت عقلا الثابت الآخر، وهو العصمة: لو الله تبارك وتعالى جاءني بإمام بحجة، وعلى سبيل المثال أن هذا الحجة هو غير معصوم، مو معصوم، إذا مو معصوم وأنا أسأل سؤال ويجيبني، ما عندي نسبة 1% أن يكون الجواب خطأ؟ مو معصوم هو. أو في هذه الأسئلة، الكم الهائل من الأسئلة التي يتلقاها الحجة، ماكو 1% 10% وجود خطأ؟ إذا تقول لي فيه، من الذي يتحمل مسؤولية الخطأ؟ الله يتحملها، لأنه جاب لنا إمام مو معصوم، حجة مو معصوم. أو الإمام نفسه يتحملها لأن الله ما خلاه معصوم، وبالتالي السبب راح يرجع إلى الله. لو إحنا الناس البشر اللي نتحمل المسؤولية ونقول ما دام صار عندنا إمام غير معصوم يكون نتحمل، ما في هذا الكلام. الله تبارك وتعالى لا يعطيك شيء ناقص، لذلك العقل يحكم إذا وجد هناك احتمال في الخطأ تسقط الحجية. هذا الكلام مو حجة علي، ليش؟ لأنني أشك في صحته. أنت تجيب لي رواية تستدل بها تقول لي قال الإمام، زين أنا بالأساس أشكك في صحة هذا الأمر، شلون تريد ترتب حجيته علي؟
إذن لابد أن يكون الحجة معصوما، لازم يصير معصوم حتى الاحتمال ينتفي، وإذا انتفى الاحتمال بقية الحجية على عظمتها، أستطيع أن أخذ منه ما أشاء. زين، نجي إلى الثابت الثالث، هل الإمام عالم أم ليس بعالم؟ شوف، كل واحد يكمل الآخر. أنت الآن أثبتت بحكم العقل أن الإمام شنو؟ معصوم. من ثوابت العصمة العلم، من مستلزمات العصمة العلم. لكن يا علم، هل هو العلم الكسبي اللي مثلي ومثلك ندرس ونجتهد ونحصل وبعدين نصير علماء، أم العلم غير القابل للخطأ كما في العصمة اللي يتناسب مع العصمة؟ لذلك العصمة من ثوابتها العلم غير القابل للخطأ. الخلاصة، كل معصوم عالم، ولكن ليس كل عالم معصوم. بس تثبت العصمة إلى إنسان يثبت إلى العلم. هسه خلينا من الأئمة عليهم السلام، شأنهم خاص، ألا تعتقدون بعصمة أبي الفضل العباس؟ زين، الإمام يقول رحم الله عمي العباس لقد كان صلب الإيمان نافذ البصيرة، كلم عن علم خاص مو موجود عندي وعندك. لذلك حكم العقل من الأمور الهامة في تشييد عقيدتنا بأهل البيت عليهم السلام. ألخص لك هاي العبارة حتى أنتقل إلى الدليل الثاني. حكم العقل يثبت أن الإمام لابد أن يكون مختارا من قبل الله، هل سيصير النص عليه من النبي من الإمام، وكل إمام ينص على الإمام الذي بعده. المهم، هذا الاختيار أساسا أمره يرجع إلى الله. العقل يحكم بعصمة الإمام ويحكم بعلم الإمام، إذن الثوابت الثلاثة في عقيدة الشيعة في الإمامة صحيحة لا غبار عليها. نجي إلى الجهة الثانية، واحد يقول لا، احنا نريد القرآن، العقل ما يخالف سلمنا به، أكو عندك آيات قرآنية تشير إلى اختصاصهم وعصمتهم وعلمهم؟ لو ماكو عندنا آيات قرآنية، أي واحد. واثنين، أنا أريد آيات يتفق عليها الأطراف، يتفق عليها المسلمون في فهمهم للآية المباركة. تجيب لي آية أنت تفهمها شكل وأنا أفهمها شكل، ما راح نتفق. نقول نعم، يوجد لدينا مجموعة من الآيات التي اتفق عليها السنة والشيعة. سأقرأ إليك بعض الاستدلالات. لاحظ، أول آية من الآيات هي آية التطهير، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية استدل بها الشريف الرضي أعلى الله مقامه الشريف في كتابه الشافي في الإمامة، بل سلم بدلالتها نجم الدين الطوفي الحنبلي كما نقل عنه المقريزي في فضائل أهل البيت. هؤلاء أيضا يحكمون بأن آية التطهير دليل واضح وصريح
على عصمة أهل البيت عليهم السلام بقرينة المقابلة الموجودة في الآية المباركة. أساساً من يقرأ آية التطهير لا يستطيع إلا أن يحكم بعصمة أهل البيت، أسمن هم أهل البيت، فلان وفلان وكذا، تلك مسألة أخرى. المهم أن آية التطهير دالة على عصمة أهلها، أي وحدة. الآية الثانية وهي أكثر دلالة وأكثر وضوحا تسمى بآية أولي الأمر. هاي الآية شو تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تعال نتعرف من الذي تحدث عن هذه الآية من كبار علماء المسلمين. طبعا من الشيعة استدل بها العلامة الحلي أعلى الله مقامه الشريف في كتابه الألفين، واعترف بهذه الآية الفخر الرازي في تفسيره الكبير. أكو عنده كتاب تفسير القرآن اسمه التفسير الكبير، وسوف أنقل إليك نص ما قاله الفخر الرازي. للمعلومية الفخر الرازي معروف بتشكيكاته ضد أهل البيت حتى عرف بإمام المشككين. تعال خلينا نسمع ونقرأ ماذا يقول الفخر الرازي. يقول الفخر الرازي، يقول أن هذه الآية تدل على العصمة، والدليل على ذلك أن أمر الله لطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم لا بد وأن يكون معصوما عن الخطأ. شنو معنى هذا الكلام؟ الله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم على نحو الجزم والقاطع. أصلا يقول الفخر الرازي اللي يؤمر الله بطاعته بهذا النحو ما ممكن أن يكون غير معصوم، لأن بعد ذلك لو كان غير معصوم وأمرك بالخطأ أو أمرك بالحرام والعياذ بالله، شلون الله يأمرك بإطاعة الفاجر ويأمرك بإطاعة المنحرف بإطاعة المخطئ؟ هذا يصير خلل في الآمر والعياذ بالله، مو في المأمور. هذا كلام الفخر الرازي، يقول لك لا ما ممكن أصلا، لأن الأمر بطاعة أولي الأمر جاء على نحو الجزم والقاطع، وقد حكم بعصمة أولي الأمر أنهم معصومون وطاعتهم واجبة. سعدنا هاي آيتين، الآية الأولى آية التطهير، والآية الثانية آية الصادق آية الطاعة. نجي إلى الآية الثالثة التي افتتحنا بها البحث، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. استدل بها على العصمة أبو الصلاح الحلبي في كتابه تقريب المعارف. ايش قال؟ يقول واعترف الفخر الرازي بدلالتها، بدلالة آية وكونوا مع الصادقين، بدلالتها على العصمة في تفسيره الجزء السادس عشر بقوله. شي يقول الفخر الرازي؟ يقول فكانت الآية، يا آية وكونوا مع الصادقين، فكانت الآية دالة على أن من كان جائز الخطأ وجب كونه مقتديا بواجب العصمة. تعال ارجع إلى الآية حتى أشرح لك هاي النقطة. ايش قال الله في بداية الآية؟ يا أيها الذين شنو آمنوا،
وجه الخطاب لهذول: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذول جائز الخطأ، من قال لهم اتقوا الله يعني قابل أن يخطئون، قابل أن يشتبهون، قابل أن يصدر منهم أشياء مخالفة للعصمة. يقول: ما دام أن هؤلاء جائزوا الخطأ وجب عليهم أن يقتدون بمن؟ بواجب العصمة لهم، الصادقين. هذا اعتراف ممن؟ من الفخر الرازي. يقول: فكانت الآية دالة على أن من كان جائز الخطأ وجب كونه مقتديا بواجب العصمة، وهم الذين حكم الله بأنهم صادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن حتى القرآن، من إجى القرآن يبين إلنا أن هناك أمور تعتقد بها الشيعة ما جاءت بها من تلقاء أنفسها، إنما هذه العقيدة من الذي كونها؟ كونها حكم العقل، وكونها القرآن الكريم بمجموع الآيات النصوص القرآنية التي تتحدث عن عظمة ومقام أهل البيت عليهم السلام. يتبقى عندنا النصوص الروائية اللي تشرح بعض الآيات، الروايات التي أقل ما يقال عنها أنها متواترة ومجمع على تواترها من الطرفين، نعرضها بخدمتكم الليلة الآتية إن شاء الله. لكن هنا نقطة مهمة، وهي أنه المكون العام إلى عقيدة الشيعة في الإمامة العقل والكتاب الشريف القرآن الكريم. ما ترك لنا القرآن مجالا إلا وبينه، وبالذات مقامات أهل البيت. احنا تعرضنا فقط لثلاث آيات، باقي عندنا المودة، باقي عندنا المباهلة، باقي عندنا آية العلم، باقي عندنا آية الإنذار، وآيات ما شاء الله في القرآن تشير إلى عظمة أهل البيت عليهم السلام. الأمر الأهم أن ما يتمتع به الإمام من صفات هي تقضي بكونه شخصا استثنائيا يملك صفات فوق البشرية، مثل سكل أئمتنا: أشهد أن نوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض. بس أكو بعض النقاط، وهي الموقف الذي اتخذه الإمام الحسين عليه السلام: إني أكره أن أبدأهم بقتال. وش قد صار الحسين عليه السلام رحيم على أعدائه، ولي من أولياء الله. من الذي يملك صبر الحسين؟ ومن الذي يملك دراية الحسين ويملك بصيرة الحسين عليه السلام؟ حميد بن مسلم شي يقول؟ يقول: ما رأينا مكسورا قط، قد قتل ولده وأهل بيته أربط جأشا من الحسين عليه السلام. شوف شو اللي صار بالحسين، ما غيرته المصائب وما أضعفته البلايا. وهذا إمام معصوم مفترض الطاعة. تعال شوف زينب المعصومة شلون تعجبنا بصبرها،
وتعجبنا بإرادتها. الإمام الحسين يقول لها: أخي لا تشقي علي جيبا ولا تخمشي علي خدا، اعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، جدي وأبي وأمي وأخي خير مني ماتوا. تعزي بعزاء الله وتمتثل الوصية، لكن أكو مواقف خلت الحوراء زينب يطير قلبها وكادت روحها تفارق جسدها. اش وقت مين ردي المهور سابح بدمه، زينب سمعته وطلعت بهمه. الله الله الله. مين ردي المهور سابح بدمه، زينب سمعته وطلعت بهم. سمعني وانتك لا تستحي، ان شاء الله ابتشيك الليله. ها ايدك رجله وغدا بالراس يومي، شي يقول هاي دموم خيج مو دموم تتحمل هالبيت. يا زينة يا بقوم لاحق حسين قومي، عفته والسيوف عليه لم بعد بعد تحملني. من ظهري وقع وجروحك كثرة، وخاف من المثلث فات أمره. أويلي عليك يا أبا عبد الله. من ظهري وقع وجروح كثرة، وخاف من المثلث فات أمره. شعب قلبه وطلع يا علي من خرز ظهر، شعب قلبه وطلع من خرز ظهره، طاح على الأرض والشمر يم. يا حسينا قبعت روحها ولا الحمر راحت، شلون خويا حسين صاح، شلون صاحت تتحمل هذا البيت. كم مرة على وجه القاع طاح، كم مرة كم مرة على وجه القاع طاحت يا ولي. بعد 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 يا ولي للمصرع من وصلت زينب والأمر فايت لقت، يا ويلي يا ويلي والشمر قاطع رقبته. شلون اسمع شلون شلون تحضن وتقبله وتشمه. بعد بعد دارت دارت للبقيع بصوت عالي، تنتخي بمن بالبقيع. والله دارت دارت للبقيع بصوت عالي،
علي يما يم حسن يمي تعالي. اسمع ايش قالت الامها، يا يما يا يما بقيت بغير والي، اي والله بقيت بغير والي، راحوا كل اهلي وشملي شيلم. وحائرات أطار القوم أعينها، غدات عليها خدرها هجموا. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية، اقضي حوائجنا وحوائج السائلين والحاضرين. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، المسببون تقبل اللهم عملهم وأوسع في أرزاقهم واقض حوائجهم وارحم موتاهم، وعلى الخصوص خادمة أهل البيت المحسين إلى روحها وأرواح أسلافها وأرواح المؤمنين والمؤمنات.